أعلن البنك المركزي التونسي رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 8% لكبح التضخم في ثالث زيادة للفائدة هذا العام، وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8% في نوفمبر الماضي من 9.2% في أكتوبر. وقرر البنك أمس أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7%. ينضم إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد. ياسر، يعني حيثيات هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع الفائدة؟ نعم سينار، بالفعل البنك المركزي التونسي أصدر قرارا بموجبه يتم رفع نسبة الفائدة إلى ما يقارب 8%، وهذه النسبة تقدر هي الأعلى تقريبا منذ 5 سنوات. طبعا وفقا لعدد من المختصين فإن البنك اتخذ هذا القرار لمجابهة التضخم والحد منه مع يعني ارتفاع نسب التضخم في البلاد. أيضا هناك يعني ردود فعل متباينة من قبل التونسيين حول هذا القرار من البنك المركزي التونسي، سيما من المواطنين الذين عليهم تسديد قروض للبنوك، بالتالي فإن عملية تسديد الدفعات لهذه القروض سترتفع وفقا لقرار البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة، وبالتالي وفقا لعدد من التونسيين فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية مع ازدياد الضغط على جيب المواطن التونسي إذا ما كان سيعمل على تسديد أقساط القروض للسكن أو لغيرها، وأيضا في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية معقدة آخذة في منحى التصاعد إذا ما تحدثنا خاصة على غلاء الأسعار، أسعار عديد السلع والمواد الغذائية في الأسواق وشح بعضها. الجميع يتحدث من قبل السلطة التونسية على ضرورة يعني دعم القدرة الشرائية للتونسيين، لكن ربما هذه القرارات تأتي في ظل حالة إحباط يعيشها المواطن في الشارع هنا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعيشها البلاد. إذن يعني القرار لم يحظى بتوافق مجتمعي، هل أثر ذلك على يعني دعوة لاحتجاجات، خصوصا مع ما تشهده تونس هذه الأيام من دعوات للاحتجاج على ميزانية العام المقبل، هل من رابط ياسر؟ يعني ربما نستطيع أن نربط الأمور في بعضها البعض. إذا ما تحدثنا عن نسبة الفائدة للبنك المركزي التونسي وتحدثنا عن قانون المالية للعام الجديد، هناك دعوات خرجت بالفعل للاحتجاج وتحديدا من قبل عمادة المحامين للاحتجاج يوم الخميس المقبل ربما على قانون المالية وما جاء فيه من فرض للضرائب وبعض النقاط التي تصعب حتى الاستثمار على المستوى الداخلي والخارجي وفقا لعدد من المختصين. معروف بأن شهر ديسمبر وشهر يناير كذلك هو هذه الأشهر هي أشهر الاحتجاجات الشعبية في تونس، لكن حتى هذه اللحظة صحيح بأن هناك تلويح من قبل منظمات وطنية كما عمادة المحامين وحتى كما اتحاد الشغل التونسي الذي يعتبر أكبر المنظمات النقابية في البلاد ويضم نحو 1 مليون عضو في أطره، هدد كذلك بالنزول إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع السياسية وليس فقط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالتالي فإن عديد السيناريوهات مطروحة على الساحة التونسية في ظل هذه القرارات إذا ما كانت من البنك المركزي التونسي أو حتى من يعني الحكومة وحول قانون المالية للسنة الجديدة. ياسر، ماذا عن حالة أو تمديد حالة الطوارئ في البلاد؟ يعني أيضا ما الذي أثاره هذا القرار؟ يعني حتى هذه اللحظة القرار لم يثير دعينا نقول التجاذب أو يعني الجدال على الشارع التونسي، سيما وأن هذه الحالة معمول بها منذ
عدة سنوات في ظل مجابهة تونس لظاهرة الإرهاب والجماعات التكفيرية المسلحة. الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارا في الجريدة الرسمية، ومن خلال هذا القرار يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما من الأول من يناير وحتى 30 من الشهر ذاته. طبعا وفقا لهذا القرار يحق لوزير الداخلية وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، حظر التجمعات، وأيضا فرض رقابة على وسائل الإعلام وغيرها ربما مما تعطي صلاحيات أوسع لأجهزة الأمن التونسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، بانتظار ردود فعل ربما تكون من الأحزاب السياسية التونسية المختلفة ومكونات المجتمع المدني خلال الساعات القليلة القادمة. ولكن بكل الأحوال هذا القرار معمول به منذ سنوات عديدة في البلاد، وبالتالي ربما دعينا نقول هناك تفهم من فئة كثيرة من التونسيين لهذا القرار بتمديد حالة الطوارئ.